ومعاكم الفنان الموهوب وبجدارة محمود حافظ، منورني ومشرفني ربنا يخليك يا استاذ نهال، والله عرفت منور الدنيا والله. حقيقي احنا فعلا فعلا بنحبك حقيقي، وليك جمهور النهارده في الوطن العربي كله، تعرف كده؟ الحمد لله. هو يعني لما بنسافر بره بنصور او بنعرض اي حاجه داخل خارج مصر، فالحمد لله رب العالمين، يعني بشوف الجمهور وبشوف ردود الفعل دايما من الجمهور، والله على يعني ده حقيقه الحمد لله. الحمد لله. في البداية كده تعالى نبارك لك على دورك الجميل في مسلسل عمر أفندي والنجاح الكبير اللي حققته فيه، وكمان المسلسل ما شاء الله رغم اللي هو بيتعرض على منصة تجارية شاهد إلا إنه نال نجاح كبير جدا وانتشار كبير جدا. الحمد لله، مبروك. الله يبارك في حضرتك. الله ما يبارك. خفتش بالدور؟ لا والله، هو دايما دايما اي عمل بالنسبه لي باجي ادخله بعد ما بخلص اي عمل بقول له ماذا بعد؟ ايه اللي هنقدر نقدمه؟ ايه اللي جاي لك؟ ببقى دايما ببقى خايف ودايما وحريص ان انا يا رب يعني ما تخذلني مع الناس وما تضيعش تعبي، وانا في نفس الوقت بعمل اللي عليا. انا هنا الورق عجبني جدا. ايه اللي شدك في أباظة؟ ايه اللي خطفك؟ انا اول طبعا ما كلمني الاستاذ عبد الرحمن ابو غزاله اللي هو المخرج، وهو صديقي، وهو كان ايام ما كان مساعد اول مخرج، هو طول عمره شاطر وموهوب جدا. فلما كلمني في ان هو من زمان ان انا عاوز اول ما اطلع طلع في الاخراج اطلع طلع يعني بفضل من الله نكسر الدنيا من خلالها، مش عاوز يطلع مجرد ان هو مخرج طلع وخلاص. فانا بحبه على المستوى الفني وعلى المستوى الشخصي. فلما كلمني في الدور وعجبني تركيبه الدور، وفي بلوك فالس هتظهر في الحلقات اللي هتعرض باذن الله فيما بعد، حبيت ان انا اعمل الشخصيه دي. أباظة موجود وسطينا في الحياه، يعني أباظة الشخصيه ده موجود في الدنيا موجوده. النهارده. يعني كل ما كان فيه الخير وفي الشر، صح، وفي ناس بتاع مصلحتها وفي ناس بتدور، ما مش فارق معايا حد في الدنيا غير مصلحتي. كواليس العمل بقى مع احمد حاتم، احمد حاتم يعني نجم محترم وانا بحترمه على المستوى الشخصي والفني، وموهوب جدا بامانه والله، وكلنا تعبنا في العمل، وهي سماحه ومصطفى بشريع واستاذ محمد رضوان استاذ محمد عبد العظيم، كل القائمين على العمل بفضل من الله، الناس كلها كنا حابين العمل بجد، ودايما واحنا شغالين بنقول يا رب ما نضيعش تعبنا، وان العمل ده يا رب يظهر للنور. فهو الحمد لله، يعني انا ما كنتش متخيل بصراحه ان هو ممكن يكسب المشاهده الكبيره دي بفضل من الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله، ده انتوا عاملين، انتوا مكسرين الدنيا دلوقتي ما شاء الله الحمد لله عليك. رب العالمين. كلمني بقى عن الفنان مصطفى ابو سريع، لسه بيقول افيهات مصطفى طول عمره، اصل انا يعني احنا جيل واحد واصحاب اصلا، ويعني هو طول عمره كوميديان وممثل شاطر ومجتهد جدا جدا، وممثل يعني ما شاء الله عليه، يعني ربنا يزيده من نعم الله يعني. كده يعني يعني انا شايف ان الناس بسم الله ما شاء الله كلهم في العمل كنا حابين العمل. الحقيقه والله انت كمان فنان جميل وخلوق، انت طول الله الوقت يسعدك. بتثني عليهم، ده من ده ان دل دل على انك انسان جميل من جواك وتستاهل كل النجاح ده. الحمد لله رب العالمين. ودايما بص حضرتك، دايما لو ما فيش في اختلاف ان في ناس ممكن يقول لك والله العمل في كذا، لا العمل جميل، ما ده شيء طبيعي جدا. طبعا طبعا، مش كل الناس اجمعت على ربنا يعني، ونعم بالله. وانا مش كل الناس اجمعت عليا ان ممكن يكونوا الناس كتير بتحبني، لا في ناس كتير كتير بتكرهني، او كده ناس عادي بالنسبه لي، انا عادي بالنسبه لهم، فده شيء طبيعي. اذا انت مؤثر، اذا انت مؤثر، في غيرك بيجي يعمل ادوار عدى ولا حد حكي بيه، لا بخير ولا بشر. لا انا بقى لازم مش هسيبك دلوقتي غير ما تقولي مين هيطلع الشبح. انت احنا كلنا بنتابع المسلسل. مين والله الشبح؟ انا تحت امرك والله. بص انت ضيعت تعبنا كله يا نيل. مش هقدر اضيع تعب الناس الزملاء كلهم بامانه، فطالما انتم مستمتعين بالمشاهده فعلا ده شيء عظيم. فيعني ان شاء الله احسن مكالمه تاني مع حضرتك ان شاء الله. طبعا انتهي العمل باذن يسعدني. الله، وتقول لنا رايك النهائي. لا ان شاء الله واثقه جدا. تعالى بقى اسالك عن تصريحاتك اللي انت قلتها ونعرف الجمهور ونقربه منك اكتر. قلت انك ان انا بعيد عن اللقاءات الاعلاميه بسبب موقف حصل لي من مصور، وان هو تجاهلك في بدايه مسيرتك. ايه اللي حصل وده فعلا اثر فيك؟
والله بص، كان دايما الحاجات دي بتفرق معايا وانا طالب في المعهد العالي للفنون المسرحيه. كان بيفرق معانا دعم، يفرق معانا اي حاجه في البدايات كده. فدايما اكيد بيقابلك ناس كويسه بتحتويك حتى لو طبطب عليك، وفي ناس بتبقى اجريسيف شويه في التعامل. ممكن لو انا انسان ضعيف شويه كنت ممكن استسلم للرحله من اولها وارجع تاني بلدي المنصوره. فدايما الحاجات دي بتقلب معايا بطاقة عكسية شوية، اللي هو كسرتني، لا أنا مقاتل، أنا مقاتل بجد، يعني مش أنت اللي هتهزمني في رحلتي. بس فضلت مع ايه معلقة بس معاك؟ مش فاضية، لا 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 خالص، أنا ما بشوفش خالص والله، ولا في دماغي الكلام ده. يعني الحمد لله رب العالمين، أنا بني آدم متصالح مع نفسي والله يا أستاذة، حتى لو حد جه عليا وأيا من كان، يعني عفى الله عما سلف. ونعم بالله ونعم ما بعرفش، أنا حتى لو أنا مثلا مزعل حد أو حد اتضايق مني بشيء، والله ما اعرف احط دماغي على مخدتي غير ما ارفع السماعه عليه النقد اللي ممكن واعتذر لنفسي. يضايقك. مش النقد، يعني مثلا ايه، ممكن مثلا، يعني مثلا في ناس استحاطه على عيني وعلى راسي بجد ولهم كل الاحترام، وفي ناس ممكن يطلبوا محمود حافظ، فمحمود حافظ ما يروحش لهم لقاءات او ايا من كان، فهم كلمتين بيتكتبوا في كل عمل ليا. محمود حافظ بيزعق، محمود حافظ اصل بيعمل كذا. انا بفضل من الله، انا عن نفسي انا راضي عن اللي انا مقدمه ومسلسل عمر افندي. حقيقي. طيب تعالى اقول لك حاجه شخصيه في حياتك. انت سبت مراتك طليل. ازاي يوم فرحها او اعترفت لها بده علشان تكمل تصوير فيلم الممر؟ انت عملت كده والله ازاي؟ لا مش يعني، انا لما قابلت الاستاذ شريف عرفه قابلته ايوه قبلها باسبوع بحوالي شهر واحنا بنتفق على فيلم الممر، بس انا ما كنتش عارف ان هو فيلم الممر اصلا. هو بيكلمني في عمل، انا عاوزك تتعامل معايا، وكل ده ما اعرفش اسم العمل ايه، عظيم. بس قال لي عمل مهم جدا. فقلت له حضرتك يا ريس هنبدا في التصوير امتى؟ فقال لي 17/7. فانا يعني اتخطفت للحظه اللي هو انا محدد، يا نهار ابيض ده يوم فرحي. فقلت له ده يوم فرح. فقال لي اتاجل. أيوة. انا ما عنديش مشكله ان يتاجل وكل حاجه، بس طبعا ايه، في حجز اوتيلات وفي دعاوي، في حاجات حصلت، في عروسه مظبطه الدنيا واهل داعيين الناس ليه الاحراج ده؟ ايوه. فالاستاذ فاروق عبد اللطيف المساعد الاول استاذ شريف عرفه قال لي يا ابني طب حاول، طب اتصرف، طب مش عارف ايه. المهم رجعت لزوجتي فقلت لها انا في فيلم مهم جدا مع استاذ شريف عرفه، فمش عاوز اسيب التجربه ديت. فهي الشهاده لله طبعا متقبله عملي. الله. قالت لك ايه بقى؟ انا عايزه اسمع منك كده. لا انت والله قلت قالت لها على كده، الله قالت لك ايه؟ بامانه انا زوجتي يعني متصالحه مع نفسها بامانه، كانت في ظهري بامانه والله ولها الشكر ما شاء طبعا. الله ما شاء الله. إيه هو بقى اكمل؟ فلما حصل كده رجعت للاستاذ شريف عرفه وقلت لهم يا جماعه خلاص يا جماعه انا معاكم. فلقيت هو طب تمام يا جماعه، محمود حافظ هو الوحيد اللي هيبقى في الكاست، اللي هيبقى مع زوجته واحنا بنصور الممر في اي مكان احنا بنسافره بقى، سواء في اسماعيليه سواء في عريس السويس جديد سواء بقى. في الغردقه. ايوه بالظبط. بس انا اقول لحضرتك على حاجه، من اتفضل. امتع الاعمال على قلبي بامانه واحلى كواليس في العالم العريف بحري يا استاذ محمود لا دور ينسى. اسماعيل دمنهوري بصراحه. انا عايزه اقول لحضرتك العريف بحري لا ينسى حقيقي، وبحييك على الدور ده. ويعني انا عايزه اقول لك احنا كنا بنستنى طلتك في الفيلم عشان والله عشان نضحك. ده طالع من القلب بامانه والله. وفي نفس الوقت احنا بنعمل فيلم، احنا بنحارب الكيان او الكيان اللي ضدنا، يعني دولت لو احنا في الحقيقه انا يبقى اللي كان موجود في الدراما هو اللي ممكن يحصل في الحياه قد كده 10 مرات. صح حقيقي. الحمد لله بنخاف على ارضنا، بنخاف على بلدنا، بنخاف على نفسنا، في نخوه من جوانا. ده الحمد لله فعلا. لو كلمتك قلت تصريح برضو ان مشكلتنا كبشر ان كل شخص عامل فيها ربنا على الارض بالرغم من الجميع بيخطأ. ايه اللي وصلك تقول التصريح ده، او ايه اللي انت كنت شايفه خلاك تقول التصريح؟ يعني مثلا بينا السوشيال ميديا هي سلاح ذو حدين، فيها حاجات ايجابيه لو فيها محتويات كويسه بتقدر تنصح الناس وترشد الناس والحاجات الجميله ديت، اوكي مفيش مشكله. لكن النهارده مثلا ممكن مثلا يحصل موقف فحضرتك بتقوموا قاطعين القطعه بس من الفيديو وبتسيبوا ما قبل وبتسيبوا ما بعد، مش قصدي حضرتك انت كشخصيا، بتكلم على في المطلق في العموم. أيوة. يعني هي السوشيال ميديا كلها كده، يحصل مشكله مثلا مع حد فتلاقي ناس كلها وشتايم ومواقف وحاجات، فاللي هو يا جماعه ما نسمعش من طرف واحد. زي المشكله مثلا اللي حصلت مثلا مع النجم محمد فؤاد. ايوه كل الناس في اول الموضوع ما حصل
كل الناس جت عليه. انا من النوع اللي هو طب نهدى بس يا جماعه كده، يعني بيني وبين نفسي ما نقعدش نشتم عمال على بطال، برضو ده اب وله اولاد وله اسره وله كيان، فنحترم الكيانات. اخطا كل واحد، عندنا دوله فيها قانون وفيها وزير عدل وفيها قضاه، بس ما نقعدش ان احنا كلنا على السوشيال ميديا بقى الموضوع فانت كان ده ان انا ردك اشتمك على عادي، كل واحد بيكتب كومنت. ان انا اشتمك عادي، ان انت تشتميني عادي، لا يا جماعه يعني، وكلنا ازاي تعمل كده وازاي يعمل كده. يعني انا هقول لحضرتك على حاجه، احنا اتفضل. كممثلين مثلا لما بنعمل ادوار سيئه مثلا الناس ما بترحمناش، ايوه وهل اللي بينقدنا ده انت في شغلك بامانه ما قد شغلك 24 24 يا رب زي ما بيقولوا، سواء اكيد طبعا في ناس الا ما رحم ربي طبعا، اكيد في ناس بتعمل شغلها على اكمل وجه، وفي ناس مجرد ان هي عارف التكييف بس هي تقيمنا دي ضريبة وتقيمني، العمل انا ما عنديش العام، اي مشكله، انا ما العمل عنديش اي العام مشكله، انا ضريبته. ما عنديش مشكله حضرتك قيمني، ما فيش اي مشكله، بس انقد بادب، انقد باحترام، انقد بفهم. صح يعني في صح حاجه معاك يعني طبعا مثلا دايما معاك في طبعا. دايما واحنا بندرس حضرتك في الجامعه، في مقبول، في جيد، في جيد جدا، في امتياز، لكن ما فيش لمسه اتنينك. ايوه صح حقيقي فده برضو يعني غلط بجد، يعني نحترم اسر بيضايقك، بعض، هو ده اللي خلاك تقول التصريح ده. مش التصريح اللي هو ايه، كل يعني اي مشكله بتحصل كل الناس، بلاقي في ناس يعني ارحمهم من في الارض يرحمهم من في السماء، ده اللي انا بس عاوز اقوله بس والله. وفي نفس الوقت احيانا ما بتحصل لا قدر الله في مشكله او في مصيبه على السوشيال ميديا، الناس بتشمت في بعض، اللهم لا شماته يا رب، اللهم لا شماته، ما حدش يكتبها في اي حاجه، لان احنا في الاول وفي الاخر احنا مش ملائكه، احنا بشر صح وهنغلط وبنغلط غصب عننا. صح فنبقى بس رحماء في حق بعض، بس ده كان وجهه نظري بس في النقطه دي. طيب تعال اخدك والفنان النجم من رمضان محمد رمضان، قلت انه يستحق لقب نمبر 1، ده معناه ان محمد ده رمضان كان في مسلسل جعفر العمده مبدئيا، ايوه ده ما كانش في رمضان 24، وانا بيسالني احد الصحفيين، وكنت داخل بتفرج على فيلم هارلي تقريبا لمحمد رمضان، ايوه فاحد المواقع بيسالوني سؤال، انت شايف ايه اعلى مسلسل في رمضان السنه دي؟ قلت لهم انا كنت ساعتها بصور بابا المجال، ايوه طبعا انا شايف الشارع المصري بيتفرج على ايه على وبيتابع جعفر. ايه اي طبعا طبعا طبعا. بالظبط، فبقول لهم جعفر العمده محمد رمضان طبعا. قالوا انت شايف ان محمد رمضان نمبر 1؟ قلت لهم طبعا نمبر 1 غصب عن اي حد في 2023، وده حقيقه، انا مش رايي ايوه ده رأي، يعني انا قصدي ان انا شايف الشارع المصري ده الناس كلها متجمعه على القهاوي وعلى الكافيهات وبره مصر وخارج مصر، وما شاء الله ما شاء الله عليه الناس بتتابع جعفر العمده، فانا بقول اللي انا شايفه بعينيا. طب ما انا ما كنت موجود في قلب عمل، ليه ما قلتش العمل اللي انا موجود فيه؟ لا يعني قصدي اللي انا بشوفه بقوله بس. يعني انت قصدك على جعفر العمدة، وده حقيقة انا انت قصدي على قلت جعفر حقيقة. العمده السنه دي نمبر 1، شكرا. السنه دي جعفر العمده في السنه دي فعلا بجد. طيب تعالى اخدك والفنان او المخرج الكبير خالد يوسف، قلت انه من المخرجين المتمكنين وقادر انه يخرج افضل ما في الممثل، هل خالد يوسف افضل مخرج بالنسبة لك كممثل؟ حسيت معاه انك اتغيرت؟ الاستاذ خالد يوسف مخرج كبير جدا، واكيد كل مخرج من المخرجين اللي انا بشتغل معاهم كل واحد له مدرسته، ولازم اتعلم حاجه من المدرسه اللي موجوده. فانا طول الوقت كنت ماشي بتوجيهاته في فيلم الاسكندراني، فبصراحه يعني انا ما شفتش منه انت غير كل كنت خير. ابن عم بحر؟ لا كنت انا واحمد العوضي ولاد عم. بالظبط انت ابن عمه، انا شايفه بالظبط الفيلم حضرتك. بالظبط. ايوه وبعد كده كان عايز وطبعا ياخد بيبقى دايما، يرجع ياخد مراتك ويتجوزها. وطبعا بيبقى دايما الجمهور متخيل مثلا في محمود حافظ يعمل لنا كوميديا مثلا او في حاجه، لا انا عامل هنا دور ما فيش اي حاجه في الكوميديا خالص، القصه هي للراحل الاستاذ اسامه انور وكاشه، بحب دايما امشي بتعليمات المخرج بصراحه، ده شيء بيريحني. هو الممثل الشاطر كده بيعرف يدي المخرج اللي هو عايزه. الحمد لله رب العالمين. طيب انا احنا سمعنا كده حضرتك ان عملت معايا حلقه في البرنامج عند حضرتك. مش مشكله بقى، يلا تعالى تقليل الظهور، اصلا احنا سمعنا ان قصه الاسكندراني دي حقيقيه. حقيقي؟ يعني بص ما اعرفش بصراحه، بس هي اكيد طبعا موجوده في، يعني
لو القصه دي ما مشيش عليا اكيد ممكن تمشي على حضرتك، اكيد ممكن اه تمشي مع اللي جنب حضرتك. ف واقعية، عايز تقول هي واقعية من المجتمع. بالظبط يلا بالظبط. هسأل السؤال ده وهسيب حضرتك. يلا، انت مع خلاف مع العوضي فعلا بعد فيلم البلدوزر؟ الكلام ده لا حقيقي خالص، بس لا كده خالص، خلاص؟ لا خالص، ده بالعكس، ده احمد العوضي اخويا وحبيبي وعشره عمري طبعا. لا مش الكلام ده خالص، ايوه ونجم كبير النهارده ما شاء الله عليه، يعني ربنا يزيله من نعم الله. مين اللي قال الكلام ده؟ قرينا ده. شفت بقى، عرفت فايدة برنامجي والسوشيال ميديا؟ خالص شفت والله، ده احنا بقى بالعكس، ده ازاي؟ انا اديك بحب عوضي رديت. جدا 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 والله العظيم، بامانه واخ وعشره عمر. التقينا مع بعض في اعمال كتيره، اشتغلنا مع بعض في 7 وصايا، اشتغلنا مع بعض كلبش، اشتغلنا مع بعض في الاختيار، واتجمعنا مع بعض في فيلم الاسكندراني. لا لا طبعا، ما هو ده بقى الحاجات اللي انا بقول يا جماعه، يعني ما انا ده بقى الفتن بقى. حقيقي انت نورتني وشرفتني، الله وبنتمنى يسعدك، لك الكثير والكثير من التألق والتميز. الله يسعدك يا ست الكل على راسي، والله انا شرفت بحضرتك، احنا اسعد، نورتني يا استاذ محمود. ربنا يسعدك يا استاذه، شكرا لحضرتك، شكرا. اتفضل. فنان محمود حافظ، تحسه في فنانين ربنا بيبقى واهبها، كل فنان ربنا بيبقى ادينه موهبة، موهبة دي يعني هبة من عند الله سبحانه وتعالى، لكن بيجي فنان